عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 أشياء ما ينفعش حد يعرفهم إلا أنت بس. احتفظ بيهم لنفسك أنت بس وما تبوحش بيهم لحد، وده هيبقى السر بتاعك. يلا بينا نشوف هما إيه ال10 أشياء دول. أول حاجة، أسرار حياتك الشخصية. أسرار حياتك الشخصية، حياتك الشخصية دي ملك ليك أنت لوحدك أنت بس، ما انصحكش انك تبوح بيها لأي حد علشان ما تبقاش عرضة للانتقاد. حياتك الشخصية دي تخصك انت فقط، وعاوز اقولك ان اي قرار انت هتاخده طول رحلة حياتك انت فقط المسؤول عنه، وانت بس اللي هتتحمل نتائجه. بلاش تجيب حد تخليه يشاركك في حياتك الشخصية، اسرارك، تعرف كل حاجة عنك. انا مش بقول كده انك تبقى لازم تبقى غامض، لا ما تبقاش غامض ولا حاجة، تحاول تفلتر اسرارك، ما تطلعش حاجه ممكن تعرضك للخجل فيما بعد او للاحراج، او ان الكلام اللي عندك ده ممكن يوصل لحد تاني. احتفظ باسرارك لنفسك. حاجه تانيه مهمه جدا برضو من ضمن الاسرار الشخصيه، بلاش تعرف حد من اصدقائك بعاده سيئه فيك، لان انت ممكن في يوم من الايام العاده دي ربنا ينعم عليك وتبطلها، متبقاش عاده سيئه. ما تخليش حد يمسك عليك غلطة، أو بمعنى أصح بلاش يبقى ليك نقاط ضعف معانا، خليك دايما قوي. على فكرة ممكن تصادف في يوم من الأيام مثلا أنت حكيت موقف أو حاجة طبعت فيك لحد من أصدقائك المقربين، فبالصدفة أنتوا قاعدين مع بعض عن طريق المتابعة من غير ما ياخد لباله بقى بينكوا وبين بعض أن أنتوا أصدقاء، يحرجك يحكي الحاجة دي بدون قصد. طب أنت ليه تعرض نفسك لموقف محرج زي ده؟ فدي أول حاجة من الأسرار اللي ما ينفعش إن حد يعرفها عنك، أسرار حياتك الشخصية. ممتلكاتك الشخصية، مفيش داعي إن الناس تعرف كل حاجة أنت عندك إيه أو تملك إيه أو الكلام ده كله. كلنا طبعاً نفسنا يبقى عندنا حاجات جميلة، إحنا بنبقى فرحانين إن إحنا بنمتلك حاجات جميلة، فبدون قصد بنقعد نحكي بقى انا اشتريت عربية، انا اشتريت شقة جديدة، انا اشتريت خاتم مثلا جديد مجوهرات. ممكن تحكي لحد بدون قصد، لكن انت ما تعرفش هو بيحمل لك ايه، ممكن ده يخليه يغير منك، يعني ده ممكن يغير منك يحسدك. مش بعيد حسب مذكور في القرآن، لما بتستعرض الممتلكات بتاعتك قدام الطرف الاخر ممكن تحسسه ان انت بتتفاخر عليه او بتتعالى عليه. انت متعرفش الناس بتحمل ايه من ناحيتك، ممكن يظهر قدامك ان هو فرحان لك لكن من جواه بيحسد عليك او فاهمك غلط. فالممتلكات الشخصية دي منفعش ان حد يعرفها. برضو من الاسرار اللي المفروض محدش يعرفها عنك، العمل الخيري اللي انت بتقوم بيه. العمل الخيري ده يا جماعة أساسه السرية وليس العلانية، ما ينفعش إن إحنا نطلع نتكلم عن أي عمل خيري. هنتكلم عنه إمتى؟ لو إنت عايز تعلم غيرك إزاي يعمل خير أو تخليه يقلد. لو في ضرورة إنك تتكلم عن عمل الخير اللي إنت عملته، فلازم تختار الشخص الصح اللي تتكلم معاه. لازم الشخص ده ما يكونش أقل منك ماديا ولا حتى في المكان الاجتماعي. اختار شخص انت عارف ان هو هيقلدك او ان هو مش عارف يعمل الخير ده، او حتى يحط اعمال الخيرية دي فين، في اي مكان يقدر يساعد فيه. دي الحالات الوحيدة اللي انصحك انك تتكلم فيها عن العمل الخيري والاشخاص معين. لو قعدت تتكلم كتير قدام الناس انا بعمل اعمال خيرية، ده انا بتبرع، ده انا الناس هتبصلك بنظرة مش هي، هيقولوا عليك انك متعجرف، هيقولوا عليك انك بتتفضل عليهم بالحاجة دي. عشان كده انا بنصحك لازم تشوف حد تتكلم معاه عشان بس يعمل زيك بنية الخير ويكون من نفس مستوى. لا تنتظر تقديرا او ثناء على ما فعلت، انت عملت خير استنى ثوابه عند ربنا. في اعمال تانية بتندرج برضو تحت الاحتفاظ بيها بنفسك، حاجات ما ينفعش انك تتكلم عنها. لو عملت عمل شجاع او عمل انساني، مثلا لقيت حد ضعيف عديته الشارع، حد مثلا طفل صغير، امرأة كثيفة ساعدتها، واحدة ست كبيرة شايلة طلبات فانت شلت لها الطلبات ووصلتها لحد البيت،
مش لازم تتكلم برضه في الحالة دي، لازم تحتفظ بالموضوع ده لنفسك وبلاش تتكلم فيه كتير. حاجة تانية ما ينفعش ان احنا نتكلم عنها او نبخيها، فضايح الناس واسرارهم. اي حد بيجي يحكي لك على سر فهو بيثق فيك، بيبقى حاسس بالامان معاك. ما تقعدش تتكلم بقى، ما تقعدش تقول ده انا شفت فلان الفلاني عامل كذا، دي فلانة الفلانية عاملة كذا. خليك في حالك، الحاجات دي ما ينفعش انك تتكلم عنها خالص. تفاصيل العلاقة السابقة، واحد وواحدة اتخطب حصلش نصيب، ادعي انك تطلع تتكلم عنها وتقول دي كانت بتكلمني، دي كنا بنتصور مع بعض، دي كنا بنخرج، دي كانت بتقول لي كذا، كانت بتقول ايه. ادعي ملهاش اي داعي، انت كده بتحطم شخص، انت كده بتتكلم في حاجة ممكن تأذيه. مش شرط دي خالص ان يكون اتنين مخطوبين او اتنين مثلا فيها بيحبوا بعض او اي علاقة، اي علاقة سابقة مينفعش تحكي فيها. حتى لو كانت علاقة عمل، يعني انت لو قاعدين في مكان واحد بتشتغلوا، المدير مثلا مشي جه مكانه واحد تاني، مينفعش تقعد بقى تقعد تحكي ده المدير اللي فات ده كان رخم، ده المدير اللي فات ده كان بخيل، ده كان قليل ذوق. ايه الداعي؟ دعوا الخلق للخالق أرجوكم، سيبوا الناس تعيش. سر تاني من الأسرار التي لا يجب أن تبوح بها لأحد غيرك، احتفظ بأهداف حياتك سرا. يعني ايه الجملة دي؟ أنا قاعد بقى كده بفكر إن أعمل مشروع بهدفي في حياتي، للحاجة القادمة عندي أقعد أخطط لها، أنظم، أعمل كل حاجتي. مش لازم ان اروح اتكلم ان انا اقابل حد بقى انا ناوي ان شاء الله اعمل مشروع كذا واعمل كذا واعمل كذا وهدفي اعمل كذا. لا مش لازم. اذا كان في اي هدف يخص مستقبلك يجب الاحتفاظ به سرا حتى يتم تنفيذه على ارض الواقع، وخلي الناس تحس بيه بعد نجاحه مش قبل. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لو نبطل نتكلم كتير ما كانش زماني عملت الفيديو ده. سر تاني من الأسرار التحديات أو المشكلات التي تواجهها. إيه معنى الكلام ده؟ لا تخبر أحد بمشاكلك لأي شخص إلا إذا كنت متأكد 100% إن الشخص ده اللي أنت بتحكي له هيقدر يساعدك. معظم الأشخاص اللي أنت ممكن تقعد معاهم عشان تحكي لهم مشاكلك مش هيهتموا، ممكن يكونوا قاعدين بيسمعوا لك بعد ما انت بتمشي ولا كأنهم سمعوا حاجة. عشان كده بقولك لازم تختار شخص هيقدر يساعدك مش اي حد. نصيحتي ليك انك تشكو همك الى مالك الكون الذي بيده ملكوت كل شيء، فالشكوى لغير الله مذلة. السر اللي جاي الاسرار العائلية، أسرار بيتك وأسرار أسرتك لا تتعدى باب المنزل. يعني يا حبيبي ما ينفعش تبقى متخانق مع مراتك وتنزل تروح تقابل واحد صاحبك وتقعد تقول بقى ده أنا مراتي عملت وسوت ومراتي بتعاملني معاملة وحشة وبتكلمني بطريقة مش كويسة وي 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 وي. أنت تضمن إن صاحبك ده مش هتكلم عليك برا؟ تضمن إن مش هيجيب سيرة بيتك برا؟ ده غير أصلاً أنت لما بتتكلم عن فرد من أفراد أسرتك، الشخص اللي أنت بتحكي له ده انت متعرفش هو ممكن يغير نظرته للشخصية دي ازاي. يعني انت مثلا في مشكلة بينك وبين اخوك او اختك، فانت بتحكي لصديقك ده عمل معايا كذا ورد عليا وقال لي كذا. ممكن يكون اخوك او اختك ده كويس قوي ومحترم قوي قوي قوي، بس الموقف ده هو اللي خلاه يستفزك علشان انتوا اخوات، وانت حكيته لحد غريب هتغير وجهة نظر صاحبك عنه، هتخليه مش هيحترمه. يعني لما تيجي تقول له مثلا اختي الصغيرة غلطت فيا، فصاحبك ده بقى هيبص على اختك الصغيره انها مش متربيه، ازاي تغلط في الاكبر منها؟ لكن هي ما تقصدش، انتوا اخوات مع بعض، فبلاش نحكي اخبارنا بره. برده ما تضمنش ان اسرارك دي، ان اسرارك العائليه دي هتفضل موجوده مع صاحبك ده. مش ممكن في يوم من الايام انتوا تختلفوا يطلع يتكلم عن دخلك المادي. احتفظ بيه لنفسك. ليه تعرف الناس انت بتقبض كام؟ ادعي. ليه تعرف الناس انت معاك كام او محتاج ايه؟ فلوسك اللي بتقبضها ايه؟ دخلك المادي ده يخصك انت لوحدك، ما
بلاش تعرف دخلك المادي. واخر حاجه الفتوحات الربانيه. يعني ايه الفتوحات الربانيه؟ يعني قدراتك ومواهبك اللي ربنا منحها ليك. احتفظ بيهم. مش عايز ارجع كل شويه اقول لك في غيره وفي نفسنا وفي ما تخليش حد يقعد يبص عليك. بقى دي الاسرار اللي المفروض انك تحتفظ بيها لنفسك وما تعرفش حد عن حاجه، حاجات تخصك انت. ففي النهايه احب اقول لكم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا تعتقد دائما ان الجميع سيفرحون لفرحك او يحزنون لحزنك. حتى تنعم بحياه سعيده احتفظ باسرارك لنفسك، ولا يمكن البوح بها لاي شخص كان. اتمنى ان فيديو اليوم يكون نال اعجابكم وانكم استفدتوا منه ولو حتى بمعلومه صغيره. ما تنسوش يا جماعة تدعمونا باللايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وباي باي.